السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله من جديد. معكم محمد عبيد من قناة محمد تك. مستمرون إن شاء الله في دورة السويتش مود باور سبلاي اس ام بي اس ريبير كورس، والمحاضرة رقم 18 عندنا الجزء 13 وهو الاوتبوت. الاوتبوت هو البيربوز او هو الهدف من وحدة التغذية بالكامل. يعني الاس ام بي اس او ال بي اس الهدف من وجودها انه يطلع لي خروجات من وحدة التغذية اللي هو الجهاز، سواء كان تلفزيون، ريسيفر، كان سي ار تي، ال سي دي، اي كان. اذا الاوتبوت اللي بقصده هو خارج الفولتيج الخاص ب اللي هو السويتش مود باور سبلاي. جرت العادة في كل الاس ام بي اس انه زي ما احنا شايفين بحط ريكتيفاير 1 ريكتيفاير مع كاباسيتور، بروح اللي هو مطلع الاوتبوت. هاي مثلا نموذج في هذه الباور، خرجها فولتيج واحد فقط على هذا الديود، هاي كاباسيتور عشان ينعم الفولتيج اللي طالع، وهي عاملين هنا مهم جدا هذا الكويل، وهو يعتبر بمثابة بروتكشن. الكويل هذا الموجود بيعمل على حماية اللي هو الاوتبوت بالكامل. ليش؟ لانه لو ما كانش في كويل وكان في عندي دروب هنا او في شورت سيركت، حيحمل على اللي هو الريكتيفاير، حيروح اللي هو مودي الفولتيج على الايرث، حيعمل دروب للماجنتيك فيلد بالكامل. كمان مره، الان اي شورت، اي قصر في الاوتبوتس في خارج الباور سبلاي، حيروح اللي هو عامل دروب على الماجنتيك فيلد كله. فالشورت في هذا الديود اللي يصير يوصل على الايرث، لانه اذا عمل قصر الاوتبوت اللي هنا حيوصل على الارض، فلما يعمل شورت سيركت حيعمل دروب للماجنتيك فيلد بالكامل. عشان هيك الباورات المحترمه تروح اللي هي حاطه بروتكشن ديفايس، اما كويل او فيوز او فيوزابل ريزيستور بعد او قبل الريكتيفاي. يعني ممكن تلاقيها في السايد هذا، عندنا حنشوف بعض السكيماتكس. طيب نفس الشيء، هي باور اخرى، هي الاوتبوت وعامل اللي هو الكويل قبل اللي هو الخرج زي ما احنا شايفين. طيب نشوف عده سكيماتك اخرى، هذا ان شاء الله رب العالمين بحطه في المرفقات اسفل الفيديو ان شاء الله. طيب زي ما احنا شايفين، هاي الباور سبلاي وهي الاوتبوت. هاي في عندك اوتبوت 110 فولت، اوتبوت 21 فولت، اوتبوت 6 فولت. هاي هنا ماخذ مباشره على دايود، هذه فيها اشكاليه. هنا لو كان في عندي شورت في الدايود حيعمل دروب للفولتيج كله بالكامل، وهذه سلبيه كبيره جدا. يعني بتلاقي الفني بيجي بيشتغل في الباور والعطل برا الباور، بكون في عندي احدى ديودات الاوتبوت هذا عطلانة، وبتلاقيه هو بيشتغل في الباور اكنه الباور مش شغاله صح، وهذه اشكالية كبيرة. عشان هيك تقريبا انا لما بشتغل في باور سبلاي بعمل ديسيبل لكل الاوتبوت اللي هنا عشان اختبر الكومبوننت الداخلية، بفصل الاحمال من هان، بفصل الاحمال، بفحص ديودات الخارج، حتى انه ما يكونش في دايود عطلان ولا بشتغل وتعبان في الباور داخلها من جوا. لا، بتاكد من سلامه الاوتبوت، لانه الاوتبوت اذا كان في يعني شورت سيركت عليه رشح لاحدى الدايودات هيعمل دروب للماجنتيك فيلد بالكامل، اكنه الباور هذه مش شغاله. زي ما احنا شايفين، هاي اوتبوت 2 3، هاي كاباسيتور، هذا من المفترض تقيس عليه 100 فولت. يعني تحط الميتر 100 فولت يقيس. طيب هنا برضو اوتبوت ثاني 21 فولت، ومنه ماخذ برضو لريجوليتور 12 فولت، بتقيس هنا 12 فولت، بتقيس بين الايرث او الارض والتيرمينال هذا 21 فولت. هاي كمان اوتبوت ثاني 6 فولت.
طيب نشوف عنصر اوتبوت اخر زي ما احنا شايفين، هاي برضو باور سبلاي، هاي كاتب لك اتش تي هاي فولتج ضغط عالي، هاي 33 فولت، هاي 9 فولت، هاي 5 فولت، هاي السورس، نطلع على دايود على طول، يمكن الحماية بعد هيك لكن صح يكون في بروتكشن. اها هاي هنا حاطط حماية، هذا مقاومة تمرير وحماية، بتمرر الاي سي للدايود وبتعمل بروتكشن، اذا صار في عندي لود او اذا ضرب الدايود هذا بتروح اللي هي عاملة اوبن سيركت. المقاومة 22% فيوزابل ريزيستر. طيب نشوف اوتبوت اخر برضو زي ما احنا شايفين، اها هاي اوتبوت ماينس، هاي سالب 12، هاي اوتبوت 30.5 فولت، هاي مثبت ماخذ مقاومة ار ال ومطلع لك 12 فولت هان. هاي اوتبوت ثاني، هاي اوتبوت ثاني هان برضو بعد الريكتفاير عامل اللي هو كويل مطلع للخمسة. طيب نشوف ايضا كمان باور سبلاي زي ما احنا شايفين، هاي كل الاوتبوت الموجود فيه، هاي اكسترا هاي تنشن، هاي كمان اوت نطلع، هاي كمان اوت 200 فولت، هاي كمان اوت 15 فولت، وهاي كمان اوت 28 فولت. هاي كمان سكيماتيك اخرى نفس الفكره، اوتبوت سايد، هاي الاوتبوت اللي هن عديد هذا الدي بي 21 طلع لك 104 فولت، الاوتبوت اللي هن طلع لك 23 فولت، وهي عليه بروتكشن، هذا باور محترم. عامل حساب انه يصير في عندي شورت سيركت، يصير في عندي اي بروبلم هنا في الخارج بتروح اللي هي المقاومه عامله اوبن سيركت. هي لما تعمل اوبن سيركت هان فيش اوتبوت هان، لكن هذا بضل الاوتبوت بيساعدني في حل الاشكاليه. اما انه يصير في عندي شورت سيركت ويعمل دروب للماجنتيك فيلد بالكامل واصير انا مش عارف وين اشتغل، فهذا الديزاينر بروح اللي هو خدمني في انه حطت له مقاومه بروتكشن هان، صار في شورت عندي بتضرب المقاومه تعمل اوبن سيركت بطل في عندي اوتبوت، بعرف انه الاشكاليه هان، في حين انه هذا شغال 100%. طيب السكيماتيك هذا برضه السكيماتيك المعروفه في شاشات ال جي، اثنين فيها هي اثنين اوتبوت، اوتبوت الاول 14 فولت لدائره الانفرتر، ان شاء الله رب العالمين بنقدر نتكلم عن اللي هو في كورس خاص بشاشات ال سي دي. الاوتبوت الثاني اللي هو ال 5 فولت، لاحظوا في عندنا اللي هو الباور دايود عباره عن شكل زي الترانزستوره، في اي سي من هان واي سي بطلع لك 1 اوتبوت، الاثنين اوتبوت نفس الفيجر ونفس الديزاين، ماخذ خروجات من هان ومطلع ال 14 فولت، ماخذ الخرج اللي هان ومطلع ال 5 فولت. هي الدائره بين ايدينا زي ما احنا شايفين، هاي الدايودات اللي انا بحكي عنها الباور دايود. اذا اتبعنا هان راح تجد انه هاي الطرفين هذول اثنين تيرمينال كونكتد توجذر او مع بعض، وهي الاوتبوت نطلع على اللي هو هذا الكباسيتور، يعني هاي الدايود وهي المكثف، الاوتبوت الثاني نفس الشيء هي متصلات ببعض، وهي اللي هو طرف اللي هو الكباسيتور. نشوف نفحص فولتيج ونتأكد. بدنا نفحص دايناميك الآن ونشوف اللي هو الدي سي في الاوتبوت باور سبلاي. طيب الآن حطينا على الدي سي، وهي الاوتبوت الأول زي ما احنا شايفين، هي خارج الباور سبلاي بعد اللي هو الشق الاخر من الترانسفورمر، هذا الشق الاول في الان للتقطيع والفيدباك، الشق الاخر في الاوتبوت زي ما احنا شايفين. طيب هاي الريكتفاير مثلا، هاي اوتبوت الاول هذا على الدايود هذا، وهي الدايود اللي هو الثاني، وهي منتصف الكومبوننت هذا اللي هي عباره عن دايودين نطلع على اللي هو الكباسيتور، يعني بدي اقيس على طرفي المكثف. طيب
5.1 فولت. نفس الأرض هاي الأوتبوت على طرف المكثف هذا المفروض 14 فولت، 14.7 يعني بدون، يعني هاي مثال للأوتبوت لما بدنا نقيسه الخاص بالاس ام بي اس. ان شاء الله تكون وصلت معلومة وفكرة اللي هو العنصر رقم 13.